السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد. وأما بعد، دايما أنا بحب كده أشارك حضراتكم كل لحظات الخير ولحظات السعادة. وإحنا في مؤسسة نبض الحياة بنشتغل في وصلات المية وفي حفر أبار المية وفي كل الصدقات الجارية. عايز أبين لحضراتكم إزاي إن إحنا مش بنشتغل بعيد عن مؤسسات الدولة، لأنه لو أنا لوحدي اشتغلت مش هعرف أبداً. يعني عايز برضو حضراتكم كمشاهدين تعيشوا معايا الأمر ده وتحطوه قدام عينيكوا. حلو قوي. إحنا ما بنشتغلش لوحدنا أبدا، إحنا مثلث. المؤسسة وحضراتكم القاعدة بتاعته، على رأس المثلث مؤسسات الدولة، وبخص بمؤسسات الدولة شركات المية. النهاردة محافظة المنيا، رحنا شركة المية في محافظة المنيا، بنروح مباشرة للمسؤول عن شركات المية في المحافظات كلها، وبنقعد معاهم ونتكلم معاهم. المهندس ياسر أحمد الشهاوي هو رئيس مجلس الإدارة، أو هو رئيس شركة المية في محافظة المنيا. كان في حوار معاه، إزاي بنروح هناك، بندخل المية لمين، إيه الاشتراطات اللي الشركة بتشترطها علشان ننفذ الموضوع ده، خاصة إن الشركات دي عارفة إن إحنا مؤسسة خيرية، والمؤسسة دي قائمة على دعم المصريين، على دعم الناس الطيبين، يعني أوجه خير كتير جدا. فعلشان يتم تنفيذ الخير ده بصورة كويسة وبشكل صحيح، ما يضرش لا شركات المية ولا المؤسسة ولا المتبرعين، وتكون الصدقات بتاعتكم بتتحط في مكانها، تعالوا معايا نسمع الحوار ده ونرجع نكمل حلقتنا. الحياه، اهلا وسهلا بيكم، نسعد معاكم دايما، نتحرك في كل محافظه ننقل لكم خطوات فريق عمل نبض الحياه علشان يوصل الميه لكل محتاج. زي ما وعدناكم قبل كده، كره المنيا كان عندها استغاثه وطلب. بعض البيوت في المناطق الفقيره محرومه فعلا من خدمه الميه، طلبت مننا نوصل لهم ميه. تعاوننا مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، والنهارده موجودين نحتفل معاكم باول 100 بيت، اول دفعه من بروتوكول التعاون مع الشركه. وبنجدد الثقه النهارده ونجدد البروتوكول مع مجلس إدارة شركة المية، ومع شركة المية هنا مع البشمهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة. إحنا في ضيافته، في ضيافة الشركة وفي ضيافة حضراتكم، بنوريكم الصورة على الطبيعة، وإحنا موجودين بنحتفل 100 بيت ولسه مكملين معاكم توصيل المية أكتر لبيوت تانية. موجودين في المنيا علشان نأكد على التعاون بين المؤسسة والجهات الرسمية. شركة المياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة الرسمية المنوط بيها خدمة المية، إيد مع إيد مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني بنساعد في توصيل المية للناس. كل ده بيحصل من خلال دعم حضراتكم لينا لما بتتابعونا من خلال نبض الحياة، وتقولوا لنا محتاجين نوصل للناس مية واستغاثة ناس تانية أكتر تلاقي تلبية معانا. احنا سعداء ان احنا موجودين النهاردة مع البشمهندس ياسر الشهاوي، واحنا نسيب الكلمة لحضرتك. يعني الاستقبال الحافل اللي حصل ليه من اول يوم، وتوقيع البروتوكول، وتوضيح خطوات العمل اللي عملناها، المشاهدين كلهم بيحبوا يتابعوها معانا خطوة بخطوة. اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا بكم، وشرفتوا شركة مياه الشرب بالمنيا، وانا سعيد جدا ان انا بلتقي بالجمعيات الخيريه اللي هي بتساعد في حل مشاكل المواطنين اللي هم الاكثر احتياجا، اللي هم في القرى والنجوع في محافظه المنيا. والمناطق دي بصراحه بتمثل عبء كبير جدا، ولازم الجمعيات الخيريه هي اللي تمد يد المساعده مع الشركه، بحيث ان احنا كلنا متضامنين لخدمه المواطن اللي هو الاكثر احتياجا، ان هو في القرى في محافظه المنيا. محافظه المنيا طبعا زي ما حضراتكم عارفين من اكبر محافظات الصعيد، يمكن من اكبر المحافظات في مصر، حوالي 6 مليون نسمه. طبعا
احنا عندنا نسبة تغطية في المياه 98%، ولكن في بعض المناطق اللي هي العشوائية اللي بتقنن اوضاعها والاسر اكثر احتياجا ديت موجودة، فما بيقدروش ان هم المواطنين ان هم يقدروا يوصلوا مياه. فاحنا من هنا بنشكر كل الجمعيات الخيرية، طبعا في جمعيات خيرية كتير جدا بتتعاون مع شركة المياه ومتمثلة مع حضراتكم في نبض الحياة. احنا بنشكركم اولا على المجهود اللي انتوا بذلتوه معانا لمساعدة المواطنين في محافظة المنيا، واحنا كان المجهود ده يعني ثماره حوالي 100 أسرة بيشربوا مية، وده سعداء جدا بالموضوع ده. ممكن حضراتكم صورتم قبل وبعد الخدمة ما نوصلها للمواطنين، واحنا بنتمنى ان يعني مزيد من التعاون مع حضراتكم، واحنا هنساعدكم اكتر واكتر ان شاء الله وكل الجمعيات الخيرية معانا. الناس دايما بتسألنا على شروط اختيار البيوت، ازاي بنختار البيت مواصفاته ايه، شكله ايه من الداخل، ليه البيت ده ومش بيت تاني. الدكتور محمود هيكل مستشار المؤسسة وكان موجود معانا خطوة وخطوة في اختيار البيوت، هيراجع معانا الشروط الاختيار ونأكد عليها مع سيادة الباشمهندس ياسر. طبعا بداية انا بشكر الباشمهندس ياسر احمد الشهاوي على استقباله والفريق العمل هنا في شركة مياه المنيا. طبعا مما لا شك فيه ان النظام بيوفر علينا الوقت والجهد، النظام بيخلينا ننجز اكتر واسرع، الحمد لله رب العالمين، في اطار التعاون القائم بين مؤسسة نبض الحياة، خصوصا ان احنا اطلقنا اول حملة على مستوى المؤسسات الخيرية في مصر، هي حملة سقيا الماء. دي كانت حملة الحمد لله رب العالمين، حملة رسمية من اطار المؤسسة بتاعتنا، وكان لها الانطلاقة الاولى من هنا من محافظة المنيا، اللي الحمد لله رب العالمين أنجزناها وعملنا بروتوكول تعاون معاكم وتم إنجاز أول 100 وصلة. وطبعا في محافظات تانية برضو احنا بنتعاون معاهم ولله الحمد، وبنكمل مئات الوصلات وصلنا لها الحمد لله رب العالمين. فطبعا لما يكون في نظام في إطار التعاون المسبق ما بين المؤسسة وما بين أي جهة رسمية، ده بيخلينا نقدر ان احنا نعمل أكبر قدر ممكن من حصر البيوت المستحقة، بالإضافة إلى ان احنا بنحاول ان احنا نشوف ايه الاساسيات اللي من خلالها نقدر نقول ده مستحق وغير مستحق. وطبعا شركة المياه هنا في المنيا ربنا يبارك فيهم، المتمثلة طبعا في الباشمهندس ياسر، وطبعا القائمين على العمل مش بيفرقونا وبيتحركوا معانا، فجزاهم الله خير اولا واخرا. ثم ان هم بيجوا معانا عشان خاطر هم يحددوا لنا ايه الاماكن الاكثر احتياجا، ايه البيوت، ايه الاشخاص، ايه الافراد اللي فعلا مستحقين للامور دي، فاحنا من خلال كلامهم لينا احنا بنقدر نتحرك والحمد لله يعني بننجز وباسرع وقت. ففي حاجه عندنا اسمها فقه الاولويات، فقه الاولويات بيخلينا ان احنا نعمل حصر بالاماكن الاكثر احتياجا، ثم بعد كده ان شاء الله الامر في استكمال، الامر لن يتوقف عند انجاز واحد او انجاز اثنين، لا ان شاء الله يكون في انجازات مستمره لحد باذن الله رب العالمين محافظه المنيا نقدر نغطيها كلها بالمراكز بتاعتها بالقرى بالنجوع والعزب، وان شاء الله باذن الله التعاون يفضل مثمر وقائم. وان شاء الله طبعا الشكر موصول لحضراتكم في ان انتوا بتستجيبوا طبعا لدعواتنا، ان اللي عايز يجي يتحرك معانا ويشوف، واللي عايز ان هو يتواصل معانا طبعا بفضل الله اولا ثم بفضل لدعمكم. ومش هننسى طبعا المجهود الاكبر اللي بتقوم به شركة المياه، فبنشكر الباشمهندس ياسر وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وان شاء الله باذن الله رب العالمين نعيدكم مش في محافظة المنيا وبس، ان شاء الله في اماكن اخرى ومراكز اخرى وقرى كتيرة اطار الصعيد كله ان شاء الله. مؤسسة نبض الحياة حملة سقيا الماء هنكون احنا لينا الاسبقية باذن الله تبارك وتعالى. ناخد من كلام الدكتور محمود، لينا الاسبقيه ان شاء الله ان احنا نوصل كل نقطه ميه لكل محتاج. لما بنروح سينا او مطروح او حلايب وشلاتين الاحتياج هناك للابار، لما بننزل كرة الصعيد الاحتياج مختلف، الاحتياج هنا لوصلات ميه، هو في النهايه عاوز جوه البيت مجرد حنفيه، البيت ما فيهوش سخان، ما فيهوش سخن وبارد، ما فيهوش بانيو، هو عاوز حنفيه تكون جنب البيت. باشمهندس احنا الشركه حاطه مجموعه من الشروط زي مساحه البيت قد ايه، زي ان هو يكون سقفه ومواصفاته ايه، يكون شكله ايه. احيانا في ناس بتشوفنا دلوقتي مش متخيله، لسه في بيوت حتى الان سقفها خشب، يعني انتوا بتقولوا لنا احنا بنسقف بنوصل لبيوت خشب، هل لسه في بيوت حتى الان سقفها خشب؟ حضرتك بقى مسؤول عن المنيا وشفت ده قبلنا ونقدر نوصفه للناس.
والحقيقة ان في القرى هنا في برضو اسر فقيرة جدا وفي نجوع هنا في المنيا. زي ما ذكرت لحضرتك ان المنيا محافظة كبيرة ولازم تكون متعددة، يعني فيها الغني والفقير والمتوسط الحال، ففي الاكثر فقراء. يعني كويس جدا ان حضراتكم يعني الجامعات الخيرية بتراعي المنطقة ديت. انا الاول هنا يعني عايز اوجه الشكر للادارة العامة، العلاقات العامة عندنا في الشركة وكاملة يعني، وخاصة ان في ادارة اللي هي المشاركة المجتمعية. الإدارة دي بتبذل مجهود كبير، طبعا عندنا معايير اختيار للأسر ديت، مش بنختارها عشوائي، لها شروط عندنا وموجودة عندنا على طول للأسماء بالناس دي، بحيث ان لو اي مبلغ جه في اي وقت من اي جمعية خيرية او بننزل على طول، لو هم مش هم اللي مختارين الاماكن او بعينها، احنا عندنا في ترتيب للاولويات بتاعتنا وبننزل فعلا الناس اللي هي على الاكثر احتياجا ديت، وبنوفي بالمتطلبات بتاعتهم من ابسط حاجه زي ما حضرتك قلت، اللي هو عايز حنفيه بس مش عايز اكتر من كده، وده موجود والحمد لله. احنا غطينا نسبه كبيره من الموضوع ده، بس بنعمل في المزيد من الجمعيات الخيريه عشان نغطي محافظه المنيا كلها، لان ده ابسط حق من حقوق المواطن الشرعيه ان هو يشرب مياه نظيفه. حمله سقيا الماء بدات معاكم من 2014 في كل قرى وعزب ومحافظات مصر، حفر ابار ومحطات تحليه وتوصيل مياه للبيوت. النهارده بنحتفل معاكم في محافظه المنيا بانجاز قديم ومتجدد معانا في شكل بروتوكول جديد هيحصل من خلال دعمكم لينا. باشمهندس مؤسسه نبض الحياه وحمله سقيا الماء كانوا مع حضرتك من 3 شهور في نفس المكان، وقعنا مع بعض بروتوكول تعاون ل 100 وصله. النهارده انجزناهم وان شاء الله بنوقع بروتوكول تعاون ل 100 وصله تانيين. انا بشكركم جميعا جمعيه نبض الحياه، وبتمنى المزيد من الانجازات بتاعكم، وربنا يوفقكم. يمكن مش للمنيا بس، انا بقول لمصر كلها، لان دول اهالينا في كل مكان. لكن بالنسبه انا بتكلم على المنيا، انا يعني الميت اسره اللي انتوا حضرتكم وصلتوا لهم دول عملوا اثراء للناس وكويسه جدا ليهم، وبتمنى المزيد والمزيد ان شاء الله، وربنا يوفقكم باذن الله. وبشكركم مره تانية كل العاملين في نبض الحياه، وربنا يوفقكم باذن الله. ومؤسسة نبض الحياة بتتقدم بالشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، بداية من العامل اللي حفر معانا المواسير ووصلها للناس، والفني اللي ركب العداد، إلى رئيس مجلس الإدارة، مرورا بكل الإدارات في الشركة. يعني على يمين الباشمهندس محمد مدير إدارة العلاقات العامة، والأستاذ مينا من إدارة المشاركة المجتمعية. وشهادة حق، يعني أنا أول مرة أدخل شركة مياه يكون فيها إدارة اسمها إدارة المشاركة المجتمعية، دايما اسمها إدارة العلاقات العامة والإعلام. واحنا اننا جمعيات خيريه وتخصصنا مشاركه مجتمعيه، بنقعد نقول يا جماعه طب ده عند القطاع الاقتصادي ولا عند خدمه المواطنين ولا عند مين؟ فالحقيقه اول مره ندخل شركه ميه يكون فيها اداره المشاركه المجتمعيه، فاحنا بنوجه لهم كل الشكر، ودايما تعبينهم بننزل مع بعض يعني نبحث البيوت، وان شاء الله التعاون مثمر ومستمرين معاكم. حمله سقيا الماء من مؤسسه نبض الحياه، نوصل ميه لكل محتاج. الاداره العامه للاعلام والتنميه والمشاركه المجتمعيه وخدمه المواطنين والخط الساخن والتوعيه، 5 ادارات فرعيه داخل الاداره العامه يعني تحت قياده استاذنا الاستاذ محمد. كل الادارات دي بتشتغل مع بعض تقريبا علشان المواطن يوصله ميه نظيفه، بدايه من تمام مشاركه مجتمعيه مع الجمعيات الخيريه، خط ساخن بيستقبل طلبات وشكاوى، خدمه مواطنين بيجي لها مواطن يقول لها محتاج ميه ومش عارف اوصل، كل دي خطوات. الدور اللي بعد كده بيجي دور التوعيه، بتقوم بيه الشركه انها توعي الناس بقى عندك ميه حافظ عليها. وان شاء الله برضه نبض الحياه الدكتور محمود يعني مستشار المؤسسه، ان شاء الله نعمل خطه مع الشركه للتوعيه، الناس هنا المحتاجه ان احنا نتكلم معاهم وان احنا نقول لهم حافظوا على الميه، بقى عندك ميه في البيت. يمكن احنا امبارح عملنا ده بشكل تلقائي مننا، قلنا للناس الميه موجوده عندك في البيت حافظ عليها. فانا عاوز كلمه من حضرتك عن ترتيبنا للتوعيه ان شاء الله مع الشركه في الفتره الجايه. هو طبعا بدايه الحمد لله رب العالمين، لما بنقوم بانجاز لابد ان يتبعه برضو شيء من الايه استكمال الامر، عشان خاطر يبقى المواطن او الناس المستحقه يكون على درايه تماما بقيمه الشيء اللي اتعمل لها. طبعا من اعظم النعم اللي الناس فعلا لازم تشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى، اللي هي نعمه وجود الماء. طبعا المتطلب الناس الاساسي ما كانش بيطلبه الا حاجه خاصه بيهم شخصيا ولا ببيوتهم ولا باولادهم، ولكن توفير قطرة الماء. ليه؟ لأن ناس كتيرة جدا
عانت وللأسف إن هم كانوا بيضطروا يا إما إن هم ياخدوا مية بطريق غير مشروع، يا إما إن هم كانوا بيشربوا من مياه ممكن تكون فيها آثار مترتبة عليها، آثار سلبية مرضية بتترتب بعد كده وبتأثر عليهم وعلى أولادهم. فده خلانا إن إحنا نكون حريصين على إن إحنا بالتعاون مع شركة المية هنا في محافظة المنيا إن إحنا نوصل الحنفية المطلوبة اللي هي يعتبر مطلب كبير جدا وفرحة عارمة بتدخل بيوت الناس لما بنفتح المية وبيلاقوا المية نزلت. فطبعا فرحتهم بالمية بيخلينا ان احنا نتبع الكلام ده بشيء من النصايح والتوعية، والله الحمد برضو احنا لقينا القسم ده هنا موجود، وده طبعا كان امر طبعا غير مرتب لي، ولكن بنقول لهم ازاي يتم ترشيد الاستهلاك وازاي يحافظوا على المية وازاي يحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على النعمة، لان من لم يشكر نعمة الله عليه يعذب بذات النعمة. فالانسان لابد ان هو يعرف قيمة الحاجة اللي اتعملت له ويعرف ان الشكر اولا واخرا من الله سبحانه وتعالى، ثم الشكر برضو موصول من الناس اللي هي الجنود المجهولة اللي بتدعم وبتساعد، اللي هم فعلا بيبقوا عايزين يقولوا أنا يا ترى أنا لو طلعت تبرع أو عايز أخدم حد أنا معرفهوش يا ترى هيوصله ولا لأ. فاللي احنا بنعمله دلوقتي الحمد لله رب العالمين بيؤكد للناس إن احنا الـ الفلوس بتاعتك أو التبرع بتاعك بيوصل للمصرف الشرعي اللي هو منشود اللي حضرتك بتطلبه وبتتمناه. وطبعا بنكمل بعد كده وبنقول معرفتنا هنا بشركة المية بيخلينا نقول ان احنا ولله الحمد في اطار خدمي رسمي عشان خاطر برضو الناس يكون عندها الشيء من المصداقية، ما بنتفرجش باعمال عشوائية او ان احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجات مخالفة، لكن الامر لما بيكون في شيء من النظام والجدية والرسمية بيكون شكل مظبوط ومقنن ومقبول عند الناس. وطبعا الشكر برضو هنا للبشمهندس ياسر وفريق العمل ان ربنا يجزيهم خير، ما قصروش ابدا ولا ان هم يعني رفضوا طلب لينا ولا ان هم حتى يعني حاولوا ان هم يحطوا لينا شروط تعرقل المسيرة بتاعتنا، بل بالعكس الحمد لله رب العالمين لقينا كل اليسر والتسهيل. فيعني جزاهم الله خيرا. وطبعا انا عايز برضو البشمهندس ياسر يأكد على كلامي ده ان الاقسام اللي هنا كلها بتخدم المواطن في المقام الاول، وده الحمد لله رب العالمين اللي احنا جينا وفعلا وشفناه وكنا بنوصي الناس واحنا معاهم وبنصور معاهم وبنقول لهم روحوا بس شركة المية هتلاقوا هناك كل التفاصيل وهتلاقوا اللي يتكلم معاكم ويستقبلكم. فبرضو البشمهندس ياسر برضو يؤكد على المعلومات. هو سيادتك زي ما حضرتك قلت ان في ادارة عندنا هنا، الادارة العامة للعلاقات العامة. الادارة العامة دي بتتمثل في ادارات تابعة ليها، اول حاجة ادارة خدمة العملاء، وده اي مواطن عنده اي مشكلة او في عنده اي حاجة بيجينا على طول، دي ادارة خدمة العملاء. في ادارة الاعلام بتنشر كل انجازات الشركة وبتعرف الناس ان في عاملين بيعملوا في صمت لخدمة المواطنين. في الخط الساخن عندنا في خطوط 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين من اي نوع، ان كان انقطاع مية او في طفح صرف صحي او في مشكلة عنده في الفواتير اي مشكلة، الخط الساخن ده بيعمل على مدار 24 ساعة. اللي في عندنا الادارة اللي هي المشاركة المجتمعية اللي حضراتكم نزلتوا معاها، ودي اللي هي بتنزل وبتحصر في قلب الشارع وبتشوف الأسر الأكثر احتياجا وبتشوف مشاكل المعاناة بتاع المواطنين وبتحاول تلقنهن، بحيث ان احنا بتبقى يعني العين بتاعتنا اللي احنا بنبص بيها على الناس اللي هي في كل مكان. في إدارة اللي هي التوعية، ودي من برضو إدارة من الإدارات الهامة جدا اللي احنا بننزل دلوقتي، بنبدأ بالمدارس، وفي تعاون بيننا وبين منظمة اليونيسف في الموضوع ده. المدارس حوالي 210 مدرسة، بندي دورات للمدرسين نفسهم بتوع المدارس الابتدائي، الأطفال نفسهم في سيارة هنا متنقلة برضو بتروح بتعمل توعية للأطفال، ويمكن المنيا منفردة بالموضوع ده على مستوى الجمهورية اللي فيها سيارة توعية للأطفال، وبتنزل بتديهم هدايا صغيرة، بتنزل تشارك السيدات في القرى وبتشرح لهم إصلاح السباكة وبتديهم برضو هدايا عينية كده إزاي يصلح الحنفية وجلدة ومفتاح والكلام ده. فبصراحة إدارة عاملة شغل كويس جدا، إدارة التوعية، وربنا يوفقنا. يعني بنحاول برضو عشان نعرف الناس ان الماء ده يعني اغلى حاجة في الوجود، يعني وخاصة ان مصر من اكثر دول العالم فقرا دلوقتي في بالنسبة للمية.
فاحنا بنحاول ترشيد الميه. ده عنوان رئيسي دلوقتي لكل شركات الميه اللي احنا بنحاول بيه نقلل بيه بقدر الامكان، لان الاسراف في الميه في اي مكان اما بنقلله بيوفر ميه لاي منزل تاني او لاي مكان تاني. نشكر الباشمهندس ياسر الشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ونشكر كل العاملين بالشركة على يعني حسن الاستقبال واستضافتنا النهاردة، وإن شاء الله مكملين معاكم نكمل نقل الصورة أثناء الحفر وتركيب وتوصيل المياه لكل الناس، ونشوف الفرحة على وجوههم جميعا إن شاء الله. سمعت عن نبض الحياة؟ طب عرفت انها في السنة اللي فاتت بس قدرت تفرح 2500 أسرة بدخول وصلات المياه لبيوتهم؟ لو لسه لحد دلوقتي ما ساهمتش في الخير ده، اتصل حالا واطلب المندوب، او حتى لو كنت ساهمت اوعى تتأخر وساهم تاني، لان لسه في آلاف البيوت محتاجة للصدقة دي. طب عرفت ان نبض الحياة عملت اكتر من 300 بير في مطروح وسيناء؟ وهيكون فاتك الخير ده حالا، خد القرار وساهم معانا في حفر الابار. اشتريت بيتك الجديد ولا لسه؟ طب وشقه ابنك اللي هيتجوز فيها؟ وانت بتبني للدنيا اوعى تنسى تحجز لنفسك قصر من قصور الجنه. لسه في مساجد كتيره منتظره الدعم علشان ترجع تفتح تاني للناس تصلي فيها. اوعى تبخل على نفسك بقصر في الجنه، وساهم معانا في إعادة بناء المساجد المتهالكة في القرى والعزب الفقيرة، واتصل دلوقتي. في نبض الحياة مؤمنين جدا بالتخصص، علشان كده لما تروح لمكتب البريد وتتبرع على الحساب 02-411-3000-13-58-18 تبرعك هيتخصص بس للمية، ولو تبرعت على حساب رقم 020-4-11-3000-13-68-18 تبرعك هيتصرف على المساجد. ولو عاوز تساهم معنا في كل أوجه الخير زي إطعام الطعام وكسوة المحتاج وفك الكروبات، اتبرع على الحساب 02-411-3000-13-48-18. ايدكم في ايدينا، لسه الخير بينادينا. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بحضراتكم. والفقره دي لها طعم مختلف تماما. الطعم الحلو فيها عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه انه احنا بنحاول ان احنا نوسع في نشاطنا في بناء أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المساجد. فكلمنا عن المساجد. الحاجة التانية إن الضيف اللي معايا في الفقرة دي هو سيدنا وشيخنا ووالدنا الكريم والنوارة بتاعتنا في مؤسسة ربنا يعزك. ربنا يعزك فضيلة الشيخ محمد رضا. ربنا يعزك ويحفظك. أهلا قدرك. أهلا بك يا دكتور. منور. ربنا يعزك. ربنا يسعدك ويحفظك. ربنا يبارك فيك يا دكتور. أنا سبق قبل كده قلت لحضرتك أنت ليه بتحب المساجد، وأنت عملك كله يا سيدنا كان في خدمة المساجد. نعم. تحب المساجد ليه؟ والله الأول أحمد الحق تبارك وتعالى، وصلاة خاصة على حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وشفاء وغنى وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم. ويمكن أنا بحب المساجد لأن إحنا بنستمد النور من بيوت الله، من المساجد. عايزه وشك ينور، يضيء، يبقى فيه قبول، إلزم المسجد. ليه؟ لأنك تتصل فيه بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نور. الله. وهو النور، من أين أتى النور؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عجالة أما
ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤهله، وبعدين اتعملت له العملية الجراحية وشق القلب، شق الصدر، شق الصدر مرتين، مرة وهو عنده سنتين ومرة ليلة الإسراء والمعراج. نعم. المرة الأولانية تغسل القلب في طست من ذهب، والمرة الثانية الملائكة لما جم حشوه نور وحكمة. أذكر أن المرة الأولى كانت هو عنده 4 سنين ولا 3 ولا سنتين، بعد الرضاعة على طول. نعم. لما رضوه من بني سعد وراجعوا خدوه وردوه تاني. نعم. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الطائف دعا بدعاء، عشان بس عرف السادة المشاهدين النور بتاع الصلاة جه منين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم حين أسند ظهره إلى البستان، عضبة من ربيعة وشيبة من ربيعة، ودول الأعداء وراضد بقى مقذوف بالحجارة نعم، والقصة المعروفة، فدعا بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الله الذي أشرقت له الظلمات. الشيطان أعوذ يعني ألتجئ، يعني أحتمي، التسق أحتمي، يعني احتمي. ثلاث معاني كان العرب يقولوا: اطيب اللحم اعوذه، يعني ما التصق بالعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يريد ان يلتصق بنور الله يا سيدي، فكان الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بالفرج واعطاه هذا العطاء لتكون رحله الاسراء والمعراج. يسري به الحق سبحانه وتعالى من مكه إلى المدينة، إلى المسجد الأقصى، وفي طريقه يمر على الوادي المقدس طوى، مكان تجلي الله سبحانه وتعالى. بيمر من هناك ليه؟ لأن ربنا تجلى على الجبل فجعله ذك عشان يأخذ من نور الله سبحانه وتعالى. ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل مخلوق من إيه؟ من نور، النور، الملائكة خلقت من نور. طيب، وهو كان دليل للنبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة، استفتح له السماوات لحد ما طلع إلى سدرة المنتهى. تقدم يا جبريل، قال له: تقدم أنت يا محمد، تقدم يا جبريل، تقدم أنت يا محمد، فإنك لو تقدمت اخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت يا حبيبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان مهيئ بنور أقوى من نور الملائكة. الله 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 الله، انت عايز تقول لي ارجع لأعوذ بنور وجهك. اي بالظبط حبيبي، دي مهمه جدا عشان الناس تعرف ليه وشها بينور اما بتروح تصلي في المسجد. وساعه ان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: هل رايت ربك؟ قال: رأيت نور ربك. ربك نور أن أراه. قال: نور أنا. نعم. لي أن أراه. رأيت نورا. نعم. الرواية الثانية. نعم. طيب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النور. نعم. ماذا قال؟ قدم التحية لله، التحيات الطيبات المباركات الصلوات لله. فقال له الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مش أناني، ما نساش نفسه في الموقف ده يا سيدي يا حبيبي. لا 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 لا، هو في أعلى مكان وفي قمة الرضا والنور، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عشان ما حدش ينسى سيدنا النبي فعلا. عليه الصلاة والسلام، ما حدش ينسى سيدنا النبي سيدنا. صلى الله عليه وسلم. فحين قال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الملائكة اللي كان ربنا أمرهم من يسجدوا لآدم قالوا: أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ولا تعلمون. ساعة ما شافوا الموقف قال: لا، ده فعلا ده محمد ما نساش أمته. الله. السلام علينا وعلى عباد الله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. وهنا فرضت الصلاة. الله. فكانت الصلاة نورا. الله. الصلاة نور والصدقة برهان. يعني الحديث حديث النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النور اللي سيدنا النبي جعله اختزل في صلاة إيه؟ صلاة الفجر. من ترك البشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وبعدين من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه إيه؟ نور. طب وبعدين وانت رايح تصلي الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا واجعل لي نور. الله، ده إيه كل ده؟ نور في إيه؟ الصلاة. الصلاة. ولذلك الصلاة إذا قبلت قبلت وجميع الأعمال. يا رب مقبل يا رب. وبعدين شوف كمان فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة.
الإسلامية حين تقبل هذه الصلاة تكون نورا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا ده خلي بال حضرتك يعني يمكن بس عشان مش عارف الوقت يتسع ولا لا. النور اللي أنا بستمد ليه نور، أنا اتصلت بربنا، دخلت هنا. إحنا المشكلة عندنا إيه؟ القلب مشغول بالحقد والحسد والفتن والنفاق ومش عارف إيه، بيدخل جوه عشان يغسل نفسه، عشان ينسى الكلام ده، عشان يقول له يا رب أنا حسدت فلان توب علي، حقدت على فلان توب علي، يا رب أنا نفقت فلان توب علي، يا رب يا رب يا رب، عمال هو ده أنا رايح المسجد عشان كده. الله. فما بالك بقى إن الإنسان يخرج من المسجد نقي، نقي القلب. نقي. الله نور السماوات والأرض، وسيدنا يقول لنا في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. عشان كده إحنا بنحب المساجد، عشان كده إحنا بنحب نعمر المساجد، عشان كده بنحب إن إحنا نبني المساجد. استأذن حضراتكم بقى ونشوف كده تقرير عن أنشطة بناء المساجد اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة بفضل الله أولا ثم الدعم حضراتكم. ما ربنا بيوفق واحد، أنا دايما كده أقول أنه توفيق. لو ربنا وفقك أن أنت تتبرع أو تنفق مالك في بناء بيت الله، تتخيل إحنا اللي إحنا عملين نتكلم فيه من ساعتها ده اللي ربنا بيديه للمصلي، أمال اللي هيئ له المكان واللي أعد له المكان واللي أقام له المكان هياخد إيه؟ الله. عشان كده في نبض الحياة بتحب المساجد. طبعا ده أنا بعشق، أنا روح المساجد، روح المساجد، وبحب كل يعني سبحان الله، حتى لي علاقة مع الناس المتبرعين في المساجد من 40 سنة، عمري ما انسى واحد فيهم وما انساش الموقف بتاعه أبدا، ودائما أذكرهم إن شاء الله بكل خير وأدعو الله له يا رب يا رب. هستأذن حضراتكم نشوف تقرير تاني ونشوف أنشطة نبض الحياة في عمارة بيوت الله. الذي أتينا إليه من قبل، ويمكن حضراتكم فاكرين المصاحف اللي مسحت من عليها التراب والجدران التي كانت قد ذابت وتهالكت. هذا رأيته بنفسي وتجولت في هذا النجع، فوجدت أن هذا هو المسجد الوحيد للمصلين ومغلق منذ سنين. هذا المسجد الوحيد في البلد والكبير في البلد، فما فيش مسجد في البلد يلم الشعب ده كله ونصلوا فيه. الأطفال دي عايزين يبنوا لها مكتب تحفيظ قرآن عشان يطلعوا إيه؟ حافظين كتاب الله ويمشوا على سنة رسوله. والله أنا كبير سن ما معقدر أروح أصلي على الترعة في الجامع البعيد، ولا أقدر أروح أصلي في مطرح بعيد إلا في جنب البيت هنا. لذلك قمنا على الفور مؤسسة نبض الحياة، أعطينا أولوية للبدء في هذا المسجد. بدأنا باب خير، التعاون على إن إحنا نخلص المسجد هيسرع افتتاح المسجد. نرجو من الناس فاعلة الخير المساعدة بأي شيء على أهل البلد، ما مخلينش حاجة من جهدهم، يد عاملة شغالين، نجارة شغالين، نقل الطوب، نقل أسمنت، نقل رملي، نقل الزلط، أي واحد فاعل خير اللي قدروا على ربنا يعملوا. مستني إيه؟
مستني لما ينتهي المسجد ده وينتهي غيره وغيره 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 وتخرج منها وانت خسران. والله انت الخسران، مفيش حد تاني خسران غيرك انت. يلا شد حيلك زي ما تبرعت في المسجد اللي فات واللي قبله واللي قبله، مستنيينك تاني عشان تكون في المسجد ده من جديد ومكتوب اسمك عند ربنا سبحانه وتعالى انك من عمار بيت الله جل وعلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمته يوم القيامة، بس ده عددهم كبير قوي يا سيدنا. وليكن على ربنا ولا على سيدنا النبي ولا على عطاء الله لسيدنا النبي صلى أبدا تأتي. بس إيه العلامة اللي تميز واحد عن واحد يوم القيامة؟ تأتي أمتي غرا محجلين يا سيدي من أثر الوضوء. من أثر الإيه؟ الوضوء حبيبي. يعني شوف شوف شوف، حتى سبحان الله ربنا بيدي لك نور في كل مرحلة من مراحل الاستعداد للصلاة. الوضوء نور. الوضوء نور، وبعدين والصلاة نور. والصلاة نور. وبعدين كل خطوة تخطوها من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وانت ماشي تحط عنك سيئة وترفع بها درجة كل خطوة. إذا كنت انت بتاخد الأجر ده، يا من تذهب لتصلي كيف بمن أعد لك هذا المكان؟ هيبقى له إيه؟ الله. علشان كذا كان ربنا سبحانه وتعالى في إعطائه لمن يبني مسجدا أو يساهم في بناء مسجد أن يكون له مثله في الجنة. الله. وبعدين علشان ما حدش يحزن قال إيه؟ ولو كمفحص قطاه. يعني لو كعش طائر. الله. يعني عشان انت لو حطيت جالب طوب هيبالك ان شاء الله. وفضل ربنا سبحانه وتعالى على المتبرعين لبيوت الله ان هو جعلهم كوقف، والوقف ممتد الى ان تقوم الساعة. الله. يعني حتى لو هدم المسجد واعيد بناؤه وقف، وقف لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو وضع شيء بسيط من ماله. ده احنا يمكن بعض الـ الناس اللي هم موجودين معنا في المؤسسة اللي بيروحوا يحصلوا من الناس أو بيذهبوا إليهم ليأتون بالتبرعات، يعني بيحكي إن فيه واحد كان بيتبرع بمبلغ بسيط وقاعد في عشة ومش مصدق ده بيتبرع بفلوس إزاي، ده عايز صدقة، ده محتاج إلى صدقة. لكن دوك هتعرف أنا الجرشين اللي معايا دول هدفعهم ليه. تخيل إن كان ده دافع للناس الموجودين. ابننا اللي كان بيحكي الموقف ده بيقول أنا طلعت، الراجل تبرع ب 300 جنيه أنا طلعت ب 37,000 جنيه. شوف، عشان كان الراجل مخلص محتاج للمال أو محتاج إن هو ياخد صدقة، لكنه تصدق لله سبحانه وتعالى، فبعث الله سبحانه وتعالى على إثره ليكون له مثل هذا الأجر. نعم. شوف تخيل إن مجرد بس إن حضرتك تحرض على الخير، توجه إلى الخير، تحض على الخير. أي شيء أنت بتعمله بيكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. عايز أرجع للنور يا سيد، لأن الحلقة العنوان بتاعها النور. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. نعم. بصوا علينا بس عشان وجوهكم هناخد منها شوية النور يا سيدي. امال ايه؟ ينور لنا بس. ينور لنا. صلى على النبي. احنا دلوقتي المشكلة بتاعتنا ايه؟ ان احنا عندنا النفس، عندنا الانا، عندنا ان احنا بحبين الدنيا واللي فيها. اللي مش حابب الدنيا واللي فيها اللي بيبقى عنده النور. طب اللي حابب ده المنافق، خدت بال حضرتك؟ فهو هناك يعني بيتحصر ويريد ان يقتبس من انوار هؤلاء الذين تركوا الدنيا وما فيها. ده يا دكتور، واحد باع شقه بمليون جنيه، الرجل ده قال المليون ده انا هعينه لنفسي في الاخر، وذهب وتبرع به لوجه الله سبحانه وتعالى، ما ابقاش لنفسه منه شيء. اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب.
استأذن حضراتكم نشوف التقرير ده ونرجع علشان نختم الحلقة مع بعض. المؤسسة عندنا هي المسجد. تخيل بقى أن أعظم مؤسسة دي كانت مغلقة لمدة طويلة جدا 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 لأنه مفيش إمكانيات تسمح بهدم وتجديد المسجد. تخيل معايا كده قرية بقالها 10 سنين المسجد الرئيسي فيها مقفول. تخيل ان الطفل اللي اتولد من 10 سنين لحد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه صلاة في مسجد، ما يعرفش يعني ايه يقف في صف ويصلي. انت بتصلي فين؟ مش بصلي. ليه؟ ما لقيش مسجد، المسجد بعيد. تخيل ان اللي كان محافظ على الصلاة من 10 سنين وضعه عامل ايه دلوقتي؟ هل ما زال بيصلي ولا لا؟ احنا تعبانين، انا 82 سنة مواليد 37، لما يكون عيان عن حبيبي واروح اخر الدنيا اصلي، جربنا كده والله ما يقول كده. هو من شهر بالضبط تم احلال المسجد واحنا دلوقتي في خطوات تجديده، زي ما انت شايف ورا ظهري كده المسجد بالصوره اللي هو عليه. نناشد الإخوة المسلمين أن يساهموا في هذا المسجد وتشييده من أجل أن يصلى فيه وتأتي الصبة لحفظ القرآن، صبة المسلمين لحفظ القرآن الكريم. وكما نرى المسجد يحتاج إلى سقف ويحتاج إلى بناء ويحتاج إلى نجارة ويحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الحاجة الآن نحتاج إلى 6 أطنان من الحديد، 50 طن أسمنت، 30,000 طوبة، نحتاج هذا حالا. تخيل الحاجات دي كلها وانت قاعد وبإيدك انك تساعد ناس ان هي تقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى، والناس دي فعلا مشتاقة ان هي يكون عندها مسجد ويتبني لها مسجد ويتعمر بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. اللي ملحقش القواعد والأرضيات يلحق الأعمدة، واللي مش لاحق الأعمدة يلحق الجدران، واللي مش لاحق الجدران يلحق السقف، واللي ملحقش اللي فات يلحق الأرضيات والسيراميك. لو كل واحد فينا ضرب بسهم المسجد ده في غضون شهر أو شهرين على أقصى تقدير حيكون انتهى. اللهم تقبل منا ومنا. أهلا بحضراتكم. سيدنا الشيخ محمد، هنصلي هناك إمتى إن شاء الله؟ يا رب يكون بعد أقل من شهر. أنا أتمنى في خلال الشهر ده. أنت شفت حضرتك، أنت كنت وإحنا كنا مع بعض، شفت الناس غلابة هناك إزاي؟ شفت الحاجة بتاع الناس شكلها إيه؟ شفت الناس يعني في شهر 10 كده إن شاء الله نروح نصلي هناك؟ يا رب أدعو الله تبارك وتعالى أن يؤلف القلوب. يا رب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أدعو الله أن يؤلف القلوب لهذا المسجد، لأن الناس دي فعلا ناس غلبة. وزينا تكلمت في التقرير، أنا لفيت في أول لقاء اللي أنا رحت شفت فيه النجع ده وشفت التراب على المصاحف وشفت الحيطان كده متهالكة، يعني كان شيء محزن. وما الناس تقول لي من ما يقرب من 10 سنوات والمسجد مغلق، احنا فين يا مسلمين؟ لازم يكون ايدنا في ايد بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انا يمكن يعني باذن الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يقيد لهذا المسجد من اهل الخير. احنا المسلمين فيهم خير كتير. من يقول انا ساقوم باكمال هذا المسجد في اسرع وقت. اللهم يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفتح لنا وبنا وأن تقيض من يقوم بإنهاء أمر هذا المسجد حتى يفتح للقائمين والركع السجود
الذين يبتغون رضا الله سبحانه وتعالى. سعدت بالحوار مع حضراتكم في حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ محمد رضا. ربنا يعزك. أراك إن شاء الله في أعمال خير قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين الله العون والمدد. يا رب يا رب، ربنا تقبل منا إنك. الحوار النهاردة كان عن النور الذي نقتبسه من بيوت الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم مع حضراتكم عن مشاريع الخير التي تقوم بها مؤسسة نبض الحياة. حلقة اليوم انتهت، أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. سمعت عن نبض الحياة؟ طب عرفت إنها في السنة اللي فاتت بس قدرت تفرح 2500 أسرة بدخول وصلات المياه لبيوتهم؟ لو لسه لحد دلوقتي ما ساهمتش في الخير ده، اتصل حالا واطلب المندوب، أو حتى لو كنت ساهمت اوعى تتأخر وساهم تاني، لأن لسه في آلاف البيوت محتاجة للصدقة دي. طب عرفت إن نبض الحياة عملت أكتر من 300 بير في مطروح وسيناء؟ اوعى يكون فاتك الخير ده. حالا خذ القرار وساهم معانا في حفر الآبار. اشتريت بيتك الجديد ولا لسه؟ طب وشقة ابنك اللي هيتجوز فيها؟ وانت بتبني للدنيا اوعى تنسى تحجز لنفسك قصر من قصور الجنة. لسه في مساجد كتيرة منتظرة الدعم علشان ترجع تفتح تاني للناس تصلي فيها. اوعى تبخل على نفسك بقصر في الجنة، وساهم معانا في إعادة بناء المساجد المتهالكة في القرى والعزب الفقيرة، واتصل دلوقتي. في نبض الحياة مؤمنين جدا بالتخصص، علشان كده لما تروح لمكتب البريد وتتبرع على الحساب 02-411-3000-13-58-18 تبرعك هيتخصص بس للمية. ولو تبرعت على حساب رقم 020-411-3000-13-68-18 تبرعك هيتصرف على المساجد. ولو عاوز تساهم معنا في كل أوجه الخير زي إطعام الطعام وكسوة المحتاج وفك الكروبات، اتبرع على الحساب 02-411-3000-13-48-18. إيدكم في إيدينا، لسه الخير بينادينا.